وفي البحرين انتخابات تشريعية جزئية تقاطعها جمعية الوفاق الشيعية أكبر قوى المعارضة في البلاد. المشاركة في عملية الاقتراع ما زالت متدنية، في حين تستعد جمعية الوفاق لإكمال عمليتها الاحتجاجية إضافة إلى باقي أطياف المعارضة، كما حدثنا الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطنية، فلنستمع إليه. اليوم ليس هناك أي مؤشر على أجواء انتخابات، هناك مجموعة من التظاهرات في أماكن مختلفة، وهناك عمليات قمع، وهناك تحويل أكثر من 40 امرأة إلى المحاكم نتيجة لتظاهرهم بالأمس، وهو مؤشر على الأزمة السياسية وغياب الحريات. صناديق الاقتراع ومراكز الاقتراع كانت فاضية، وقد بث تلفزيون البحرين في أخبار الساعة الثالثة من عصر هذا اليوم صور واقعية لصناديق الاقتراع، أدت بعد ذلك إلى إقالة رئيس التلفزيون لأنه لم يقم بفربكة الصور المبثة، وهناك مقاطعة كاملة. أعتقد بأن نسبة المشاركة لا تتعدى 10%، وهذا مؤشر على أن هذه الانتخابات تأتي خلال إرادة الناخب البحريني والشعب البحريني، ونتائج هذه الانتخابات محكومة سلفا بأنها إرادة الدولة الرسمية من خلال مرشحين تم دفعهم من جهات رسمية، تم تمويل حملاتهم الانتخابية، وتم توزيع المقاعد عليهم مسبقا. نعم، يعني في حال صحت هذه الأرقام للمشاركة المتدنية، ماذا يعني ذلك؟ هل تعتبرون اليوم أنكم تمثلون الأغلبية في البلاد؟ وما هي الخطة التي ستعتمدها جمعية الوفاق الوطني ما بعد الانتخابات؟ المعارضة بألوانها المختلفة بمذاهبها المختلفة تشكل الأغلبية في البلاد، وهي أغلبية سياسية وليست أغلبية دينية أو أغلبية مذهبية، لأننا نعتقد باختصار بأنه ليس هناك من مجال إلى المطالبة على أساس ديني أو مذهبي بأغلبية معينة واستحقاقات معينة، وإنما على أساس سياسي ووجهات نظر سياسية يشترك فيها طوائف مختلفة وأفكار سياسية مختلفة، إسلاميين وعلمانيين يطالبون بالديمقراطية في البحرين، والسلطة تمتنع كما هي السلطات الدكتاتورية في الوطن العربي عن الاستجابة لمطالب شعبها. أعتقد بأن الانتخابات التي تجرى اليوم هي سقطت قبل أن تجرى، والشعب لا ينظر إلى هذا المجلس بأنه ممثل له بأي شكل من الأشكال. هل سنشهد انتفاضة أو حركة احتجاجية إذا صح التعبير مقبلة في الشارع في البحرين كما شاهدنا سابقا؟ نعم، الحركة الاحتجاجية لم تتوقف، وإن لم تتواجد في مركز واحد كما كان موجود سابقا نتيجة لعملية القمع، ولكن يوم الأربعاء كان هناك عشرات الآلاف من المواطنين البحرينيين في مهرجان جماهيري نظمته الجمعيات المعارضة السابق، وبالأمس كانت هناك تسيرات مختلفة في مناطق مختلفة من البحرين التي تنشرون الآن هي بعض صور المسيرات الجزئية التي خرجت بالأمس. وفي كل يوم هناك مسيرات، وفي كل جمعة هناك عشرات الآلاف من المواطنين البحرينيين المطالبين بالديمقراطية يتظاهرون من أجل تحقيق مطلبهم في حكومة منتخبة ومجلس كامل الصلاحية. نعم. ومساواة في صوت المواطن السياسي. الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطنية كان معنا إذن من المنامة.